السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. على مدى أعوام وأعوام انشغل العراقيون بالسياسة وأهملوا أمرا جوهريا وأساسيا جدا، ألا وهو المجتمع. ما فائدة أن تكون وزيرا أو برلمانيا أو رئيسا للوزراء أو رئيسا للجمهورية إذا كنت لا تعي المخاطر التي تحيط بالمجتمع، وإذا كنت أصلا لا تعرف القيمة الحقيقية وما تعنيه مفردة المجتمع؟ كل هذه المناصب لا خير فيها، لا خير فيها إذا لم تجعل المجتمع من أولوياتك. لذا علينا جميعا أن نتحد من أجل خوض نهضة بناء الإنسان، ألا وهي نهضة إصلاح المجتمع من خلال إعادة بناء مجتمع عراقي قوي ومتين ومتماسك، مجتمع واع ومثقف متفاعل ومنتج، لنصل إلى الإبداع. وهذا ما دعاني إلى إطلاق ثلاث حلقات تعنى بالمجتمع، الأولى تحت عنوان المجتمع والصبر، والثانية تحت عنوان المجتمع والدين، والثالثة تحت عنوان المجتمع والمنظومة القيمية. لذلك أخواتي وأخوتي الكرام، أدعوكم إلى أن نبدأ كل من موقعه بمشروع بناء المجتمع، نهضة مجتمعية ثورية حقيقية تعيد بناء الإنسان قبل الحجر. مشروع إصلاحي شعاره نبني الإنسان لنعمر الأرض. نبني الإنسان لنعمر الأرض. والمتابعون يعرفون جيدا متى تم إطلاق هذا الشعار. أطلقته عام 2004، وكنت وقتها أتأمل بأن تنظر الطبقة الحاكمة إلى هذا الشعار وتعمل به، لكن بعد أن خذلتنا الطبقة الحاكمة على مدى هذه الأعوام، بات واجبا على كل عراقي وطني أن يتبنى هذا الشعار، ونشارك جميعا في إصلاح أنفسنا ومجتمعنا من أجل وطننا. شعار لو نتمعن فيه جيدا سنعرف مضامينه الحقيقية. نبني الإنسان لنعمر الأرض. أيها الأخوة والأخوات الكرام، مجتمعنا في خطر حقيقي، مجتمعنا في خطر حقيقي. صحيح تتحمل الطبقة الحاكمة جزءا كبيرا، نعم نعم تتحمل الطبقة الحاكمة جزءا كبيرا، نعم، لكن السؤال الحقيقي، إذا خذلت الطبقة الحاكمة هذا المجتمع، هل نقف متفرجين صامتين؟ علينا أن نسأل أنفسنا. إذا خذلت الطبقة الحاكمة هذا المجتمع، هل نقف متفرجين صامتين؟ هل نقف متفرجين صامتين عاجزين يائسين؟ طبقة حاكمة خذلتنا، خذلتنا، ماذا نفعل إذن؟ ماذا نفعل؟ هنا يتوجب علينا أن نتحد وأن نبني أنفسنا بأنفسنا. لدينا عقول وطاقات لكنها إما متفرقة أو يائسة لأنها مهمشة. إذا اختارت الطبقة الحاكمة شخصيات من أصحاب الكفاءات فهذا يفرحنا جميعا بالتأكيد، ولكن إذا تم تهميشهم فعلى هذه الشخصيات أن لا تقف أبدا، عليها أن تكمل المسيرة وأن تتحمل مسؤوليتها كاملة، لأن الشخصية صاحبة الكفاءة لا تفكر بالمنصب، بل تفكر بما تقدمه لخدمة المجتمع، حتى لو تم تهميشها. كن عند مسؤوليتك وقدم لمجتمعك ما لم تقدم له الطبقة الحاكمة. هذه هي سمة العلماء وأصحاب العقول والطاقات والوطنيين. المجتمع العراقي في خطر حقيقي، في خطر حقيقي. مجتمع مر بظروف قاهرة لا يتحملها أي مجتمع آخر على الكرة الأرضية، بكل صراحة، بكل صراحة. ثورات، انقلابات عسكرية، حروب، حصار، إرهاب، تفجيرات إجرامية دامية ودماء وجرائم منظمة وسرقات للثروات وفساد مالي وإداري وغيرها وغيرها. مجتمع كلما رأى نورا في النفق ظن أنه وصل إلى نهاية النفق، وإذا بهذا النور عبارة عن لوحة ضوئية مكتوب فيها مرحبا ما زلت في النفق، أكمل مسيرك من فضلك. وما زلنا في النفق، ولن نخرج منه أبدا إلا بصحوة مجتمعية، وهذه الصحوة لن تحدث إلا بنهضة مجتمعية.
وهذه النهضة المجتمعية لن تحدث إلا بوجود قائمين على هذه النهضة. وهؤلاء عليهم أن يتحدوا الآن وأن يبدأوا. هناك ثلاثة أطراف فقط هي التي تستطيع إصلاح المجتمع العراقي. الطرف الأول طبقة حاكمة وطنية تتحمل مسؤوليتها كاملة، وهذا ما لا يتوفر في العراق حاليا. الطرف الثاني حاضنة دينية للمجتمع العراقي تضغط على الطبقة الحاكمة وتستنهض المجتمع. الطرف الثالث نخبة وطنية من تخصصات عدة تتحد وتبدأ مشروع الإصلاح كل من موقعه. وأي حزب سياسي، أكرر، أي حزب أو كيان أو تيار سياسي مشارك في العملية السياسية يدعي بأنه سيقوم بهذه النهضة أو بهذا الإصلاح فلا تصدقوه أبدا أبدا. ما دام هذا الحزب أو الكيان أو التيار ليس على رأس السلطة فلا يستطيع أن يقوم بهذا الإصلاح، لأنه منشغل بمستقبله السياسي. كيان سياسي مشارك في عملية سياسية فاشلة وعلى مدى أعوام، إذن هو شريك في هذا الفشل، ولا يحق له أن يتحدث عن الإصلاح، لا يحق له، بل يريد دغدغة المجتمع ليحقق ضغطا سياسيا على شركائه لتحقيق مكاسبه السياسية. لذلك تم تحديد الأطراف الثلاثة التي تستطيع خوض هذا الإصلاح. أخواتي وإخواني الكرام، الهيكل العام لكل دولة عبارة عن هرم. قاعدة هذا الهرم هو المجتمع، ثم تتدرج مستويات الهرم إلى أن تصل إلى رأس الهرم وهو السلطة. حاول الجميع منذ عام 2003 إصلاح رأس الهرم، لكننا فشلنا. نعم فشلنا، وعلينا أن نعترف بهذا الفشل كي نبحث عن طرق النجاح. وبهذا إذا أردنا إصلاح الدولة دعونا نبدأ من قاعدة الهرم المجتمع، كي تنصلح كل المستويات المتعاقبة الأخرى. وإن صلحت هذه المستويات سنصل إلى رأس هرم صحيح وسليم أفرزته قاعدة الهرم المجتمع. نعم نهتم بالشؤون السياسية، نتابعها بدقة، نشخص الأخطاء، نبدي عن آرائنا ونقدم المقترحات، ولكن دعونا نهتم أضعافا مضاعفة بالمجتمع، ليكن المجتمع أولويتنا الأولى. لن نسمح للسياسة بأن تشغلنا عن المجتمع. هناك ظواهر كارثية تهدد المجتمع العراقي، تهدد المنظومة القيمية للمجتمع. طاعة الوالدين، حقوق الوالدين، تجارة وتعاطي المخدرات، تفشي الرشوة، الإساءة إلى الحرية الفردية والحرية المجتمعية، تعظيم من لا يستحق والإساءة إلى من لا يستحق، إهدار طاقات الشباب، عدم احترام العمل ووقت العمل، وملفات أخرى. كل ما ذكرت بحاجة إلى وقفة حقيقية في ظل خذلان الطبقة الحاكمة التي لم تطبق القانون الرادع. إذا خذلتنا الطبقة الحاكمة هل نخذل أنفسنا؟ هل نخذل أنفسنا؟ نريد أن نطلق مشروع إصلاح المجتمع، نريد أن نقدم المجتمع على السياسة. فإذا صنعنا مجتمعا حقيقيا نصنع سياسيين حقيقيين، ونصنع قادة حقيقيين يكملون المسيرة. دعونا على بركة الله نطلق الآن مشروع إصلاح المجتمع. العراقيون كل من موقعه مدعوون إلى المشاركة في هذا المشروع، وكذلك أدعو أصحاب الكفاءات والعقول النيرة والمثقفين والمتخصصين والمعنيين والمهتمين في الشؤون المجتمعية والعلوم الإنسانية إلى الانضمام إلى هذا المشروع الكبير على مستوى الإنسان والوطن. على بركة الله ينطلق هذا المشروع العراقي تحت شعار نبني الإنسان لنعمر الأرض. نلتقيكم في حلقات أخرى تكون مجتمعية أكثر منها سياسية، حلقات خاصة تحت مشروع الإصلاح المجتمعي نبني الإنسان لنعمر الأرض. في أمان الله تعالى.